مرحبا، صباح الخير. أنا موجود في الخبر بادرة جميلة جدا اسمها الفن شرقي. شوفوا اللقطات الجميلة في هالحي هذا، جميل. مجموعة من الفنانين والفنانات قاموا بتلوين والرسم على جدران الأحياء القديمة في الخبر، وأعطوها طابع جميل جدا ومميز كما تلاحظون في الصورة. شوفوا اللوحة هذه رائعة، هذه لوحة أيضا من اللوحات الجميلة. شوفوا الحي كله قاعدين يشتغلوا فيه بطريقة جميلة جدا ومميزة وبجهود واضحة. جميل جدا التوجه نحو الأحياء القديمة، محاولة إعادتها للحياة بطريقة عصرية وجميلة، ويكون متحف أو معرض في الهواء الطلق. هذه النافذة شوفوا كيف مدى الاستفادة منها وجعلها لوحة جميلة ومعبرة. المكان يضج بالألوان. وهنا جزء آخر من هذه اللوحات الجميلة. هذه أسماء الفنانين والفنانات المشاركين في هذا العمل الجميل، الله يعطيهم العافية، شكرا لكم. فكرة جميلة جدا التوجه نحو إحياء الأحياء القديمة بطريقة جميلة ومعبرة وبألوان مميزة. شكراً.